السلام عليكم. اللي عايزين مع بعض نثبت من جارو سينامون على جهازنا الوهمي، والحاجات بتترتب عليه والخيارات المتاحة، ونشوف كيف مع بعض ممكن نجهز الجهاز بتاعنا. نمشي للمقدمة ونجي راجعين. طيب رجعنا، مرحبا بكم. طبعا بمجرد ما انا ادخل الاسطوانه او الفلاش على جهاز الكمبيوتر واعمل بوتينج، بيجيني الخيارات الموجوده قدامي. الخيارات دي انا ممكن اخليها زي ما هيها او ممكن اقوم بتحويلها. في العادة إذا أنت عندك كارت بتاع شاشة انفيديا، أنا بنصحك إنك تخش في درايفر وتختار نون فري عشان يثبت لك مباشرة البروبرتي بتاع انفيديا، وده بيديك جودة أحسن. هو البروبرتي بتاع انفيديا طبعا مغلق المصدر، ما مفتوح المصدر، لكن بالنسبة للمستخدم العادي بيدي اكسبيرينس احسن وخبرة احسن في التعامل مع اللينكس، وبيديه الوان وكمية ثبات اكتر في الصورة. نحن شغالين على الوهمي، ما بيفرق نوع الدرايفر، عشان كده هنقول له اعمل بوت مباشرة. طبعا اللينكس واحدة من الحاجات هو في الديزاين بتاعه معمول في بعض في كثير من التوزيعات معمول حساب الوهمي، وفي الكيرنل نفسه معظم درايفرات الجهاز الوهمي موجودة، لذلك هو مباشرة هيتعرف على كل الحاجات بتاعتنا وهيبتدي يشتغل مباشرة بصورة جيدة. لو ملاحظين أخذ وقت أطول شوية في البوتينج، وده طبيعي لأنه هو هيتعرف على الأجهزة بتاعت الجهاز الوهمي، وبعد ذلك يتثبت عشان لو حصل تثبيت يثبت على أساسه. الجهاز الوهمي دائما تثبيتاته أو متطلباته أقل من باقي الأجهزة. لو ملاحظين اعتبر إنه الفيديو درايفر ما مظبوط، أوكي. هنا اختار لي اختار بين التراديشنال و الجروب ويندو، انا هختار الجروب ويندو. في الويلكم سكرين او الهالو سكرين موجودة عندي هنا، فيها بعض الاشياء انا بنصح انه اي زول يتصفحها ويقراها، وقبل ما ياخد الستيب بتاعت التصديق. فيها كثير من التعريف documentation، فيها readme، وفيها release info، وفيها بعض الويكيبيديا أو الأسئلة المتكررة الناس بتسألها. نحن ممكن نوقفها ونحاول إنه نمشي في setting، نكبر الشاشة شوية على أساس إنه تدينا راحة في الشغل. نشوف ممكن يدينا شاشة أكبر. نحاول نختار 1440x90، ندوس سبلاي، أكبر لنا الشاشة. جميل. keep this configuration. اوكي.
كده شاشة مريحة. أنا زي ما شفنا استعرضنا جوجل كده إنه في حاجات كتيرة موجودة جاهزة هتنزل لنا مباشرة مع التوزيع. فايرفوكس في الإنترنت، في الجرافيكس عندنا جيمب، وعندنا بيكس، وعندنا دي كولر، وفي الأدرس عندنا جي بي يوزر سكان، وساوند الفيديو عندنا لولي بوب. وهنشوفها كلها مع بعض بعد ما في الميديا بلاير، وهنشوفها مع بعض كلها بعد ما نعمل التسطيب. طيب تسطيب المنجارو في له طريقتين، في طريقة عادية اللي هي الجرافيك يوزر انترفيس، وفي المنجارو اركيتكت. المنجارو اركيتكت انا ما بنصح بها لزول مبتدي، هي طريقة للتسطيب ل قليلين من المحترفين. عشان كده دايما نحن نختار الانستول منجارو العادية. ممكن في فيديو قادم نحن نختار مع بعض اركيتكت، وهي بتاخد وقت طويل جدا في التسطيب بعد ما نزول ينتهي من الخيارات، لانه كل التسطيب يكون من الانترنت. نختار منجارو، مستوى منجارو. لو ملاحظين هو طوالي ابتدى يختار في الحاجات اللي هو عايز يشغلها، وفي الغالب هو بيعمل تحليل للمكان وبشوف مباشرة. أعرف إنه الموقع بتاعي في منطقة عربية واختار اللغة العربية. أنا ممكن أخليه بالعربي، أو ممكن أرجعه مرة ثانية للغة الإنجليزية وأدوس next. اختار لي مباشرة، أعرف إنه أنا موجود في الخرطوم، وأدوس next. اختار الكيبورد. في بعض الناس بيختاروا الكيبورد من المرحلة دي. أنا بنصح إنه أي زول يختار الكيبورد من المرحلة دي، لأنه هيختار لي اللغة العربية فقط، وهتبقى له مشكلة في كثير من الأحيان. نخليها إنجليزي ونجي لقدام بعد ما ننتهي من التسطيب، نضيف الكيبورد باللغة العربية. ندوس next. طيب هو عارف انه انا ما عندي حاجة في الجهاز، وبكده اختار هيديني انه انا اختار واحدة من الاشياء. فانا هنقوم اقول له erase everything، الريس ديسك، وأخليه هو يختار بطريقته الحاجة المناسبة بالنسبة له. نيكست. اختار سواب هايبرنت اوبشن. هو اختار السواب 8 جيجا. طيب سواب ويزاوت هايبرنت افتكر انه هيكون 3 جيجا. اختار سواب من غير هايبرنيشن اوبشن. الهايبرنيشن اوبشن دي اللي هي انه انا لو عايز اعمل سليب للجهاز واجي اشغله في المرة الجاية من نفس الحتة. هنا نسميه عادة في ام بي سي، كفاية ما اكتر من كده. نعمل باسورد. الباسورد في العادة لازم تكون باسورد قوية، ولازم تكون مكونة من 8 حروف. فأنا هختار باسورد عشوائية،
واه دايما خلي الباسورد بتاعك قوية ويكون ما في زول بيعرفها غيرك، ده لضمان عدم الاختراق من برا في حالة إنه عندك معلومات مهمة أنت بتخاف عليها. Use same password for administrator account ويدوس next. قال لي اختار الأوفيس، أنا بختار دايما ليبرا أوفيس، لكن أنت ممكن تختار، في ناس بيحبوا فري أوفيس، أنا بحب ليبرا أوفيس، وده خيارات شخصية ما عندها علاقة بجودة منتج عن التاني. الآن هو قال لي كده أنا هجهز الحاجات وأدوس install install now. دي كده ابتدى يعمل creation بال tables و partitions و هيبتدي ال install. هعمل pause ونجي راجعين بعد ما ينتهي التصديق. طيب رجعنا، لو ملاحظين انتهى التصديق ومديني زر بتاع ريستارت ناو و دون. بمجرد ما دوست دون هيبتدي يعمل ريستارت مرة تانية في الجهاز وهيبتدي يشتغل. المنجارو ما عنده سبلاش سكرين، يعني بمجرد ما يفتح الجهاز هيكون شاشة سوداء لغاية ما تجي الحتة اللي انت بتكتب فيها الباسورد بتاعك، اللي هي الناس بيسموها لايت دي ام. لغاية ما تفتح لايت دي ام هو ما بيكون عنده حاجة في الشاشة وبتكون سوداء تماما لغاية ما تصحر اللايت دي ام عشان اقدر اكتب عليها الباسورد بتاعتي. هنا الان انا عندي باسورد، اكتب الباسورد بتاعتي وادوس انتر، هيدخل لنا لأول مرة الجهاز. لو ملاحظين برضو رجع تاني بشاشة صغيرة 800x600، وده لطبيعة الفيرشوال ماشين، لكن ده ما بيعني انه انت في جهازك هتحصل الحاجة دي بالضرورة. انا هختار طوالي، همشي اختار من السيتنج، اختار الديسبلاي عشان انه اغير الريزوليوشن بتاعي ل 1400x900، ادوس ابلاي، ادوس اوكي بريس كونفيجريشن واقفل. بكده بيكون اداني شاشة بتاعتي بصورة مريحة أكثر. لو متذكرين ان احنا كنا شغالين على نفس السينما ده بس في واجهة بتاعت في لينكس مينت، و هو تقريبا هيكون نفس الأشياء موجودة فيه، بس الفرق انه هنا سين مختلف شوية، الألوان و ترتيب الايكونز مختلف حبة، لكن في في العموم هما قريبين من بعض. الفيديو هو مدينا لولي بوب ومدينا ميديا بلاير،
فاكر انه لولي بوب ده فيه امكانيات احسن شوية، وممكن يشغل من عدة مشغلات، وفي ميديا بلاير برضو ده خاصة إني أشغل الفيديو بتاعي برضو فيها يعني لما زي ما أنا شايف إن في إمكانياته أحسن شوية. ممكن تعمل أفتكر إن أنت تقولي بلجنز، وأفتكر إنه في البلجنز هيكون في سبتايتل أوريدي موجود نازل، معنى كده إنه المفروض يكون في واحدة من أيوة في المنيوز. مجرد ما أكون مشغل الفيديو بتاعي ممكن أدوس داونلود موفي سبتايتل، خاصة إنه ينزل لي سبتايتل من open subtitles دوت أورج. نحن في الفيديو ده عشان ما نطول نكتفي بالقدر ده، وفي المرات الجاية هنقوم نعمل مقارنة لصيقة بين واجهة سينامون في منجرو وواجهة سينامون في لينكس مينت. شكرا لكم، ونتقابل قريبا إن شاء الله.